مبروك للعيبه والجهاز الفني ومجلس اداره والجمهور اللي مساندنا من قبل ما نيجي هنا، وكان عنده ثقه في اللعيبه، والحمد لله اللعيبه اثبت ان هم رجاله كالعاده، والحمد لله على التاهل. امبارح كان ليك جلسه مع اللاعبين، قول لي قلت لهم ايه؟ لا احنا اتكلمنا اكتر مره، يمكن امبارح اتكلمت معاهم قلت لهم ان احنا الوضع حطينا فيه اكتر من مره، والحمد لله كل مره ما بنخيبش عنه جمهورنا، والحمد لله كانت لعيبه زي ما قلت لك رجاله النهارده، وده اتحقق، ودي خطوه كبيره جدا ان شاء الله للبطوله ان شاء الله. تعادل في مصر خلى الناس مش متفائله شويه، حابب تقول ايه بعد الفوز النهارده؟ فوز يعني ممكن الناس كانت مستبعداه شويه، لكن اديته اداء رائع وقدرنا احنا طول عمرنا بنركز احنا في نفسنا، وبنركز في حالتنا، وبنركز في الاجواء اللي احنا فيها. ممكن تبقى النتيجه سلبيه كانت في مصر ان احنا تعادلنا 2-2، لكن احنا كان من جوانا حافز ودافع ان احنا نقدر نعوض النتيجه دي هنا، والحمد لله تتحقق النهارده. البطوله قربت؟ احنا بناخد البطوله خطوه، شيء طبيعي، كل ما بتاهل للدور اللي بعد كده الدنيا بتقرب. انا بحب لازم اشكر اللعيبه النهارده على رجولتها في الملعب وعلى ادائها، ولازم اشكر جمهور النادي الاهلي اللي جه ساندنا قبل المباراه وواقف معانا طول 90 دقيقه. فبقول لهم الف مبروك وان شاء الله اللي جاي احسن. كابتن الله يبارك فيك.